اليوم نحيي اليوم العلمي اللي على هامش اليوم العالمي للإيدز، اليوم العالمي للإيدز اللي صادف الأول من ديسمبر من كل سنة. اليوم العالمي للإيدز هو مناسبة لرفع صوت حول حقوق المتعايش وتنبيه العالم إلى أهمية النظر إلى هذه الفئة وإلى هذه القصة اللي هي الإيدز. الإيدز لا زال يشكل معضلة للصحة العامة، يعتبر من التحديات المهمة للتنمية وللصحة العامة. العالم اتفق من خلال برنامج الأمم المتحدة المعني بالإيدز على إنهاء مشكلة الإيدز كمشكلة أو كتحدي للصحة العامة بحلول عام 2030. محتاجين حتى ننجز هذه المهمة إلى العديد من الجهود وإلى العديد من المناشط، إلى تضافر حقيقة كل ومشاركة كل الجهات في مكافحة هذا المرض. من خلال هذا المبدأ يتم اليوم إجراء يوم علمي لطرح مجموعة من المحاور الأساسية حول الخدمات الصحية، حول التشخيص، حول الوضع الوبائي، حول الجديد في عالم الطب فيما يخص علاج المتعايشين. اليوم حقيقة بمشاركة وبرعاية من شركة ألفا وبمشاركة من عدة جهات من مختلف المستشفيات، الأقسام السارية ومختبرات مرجعية، جمعيات شبابية، اتحاد طلبة، مجموعة من المهتمين والمختصين، كذلك مجموعة من الزملاء بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض. نتناول في هذا اليوم العلمي زي ما قلنا المحاور اللي تكلمنا عليها، وبمشيئة الله غدا حيكون في يوم توعوي مفتوح في ميدان أبو ستة، يستهدف من خلال برامج التوعية مجموعة من المدارس ومجموعة من الجهات الأخرى المختلفة.